ركلة مرمى ساطع عبد الناصر ينقلها أمامية تعود وسط الميدان فرانكو براسي او 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 الثالث عرباوي الثالث عرباوي خطأ قاتل يا جواد أمام من لا يرحمك في هكذا أخطاء محمد صلاح النيل يسجل ثالث الأهداف العرباوية محمد صلاح هداف العربي في الموسم الحالي يسجل شوف جواد كيف يخطئ ومحمد لا يخطئ مر من بابا مالك المر